وجدت في كتاب حجة الله على العالمين في معجزات سيد الأنبياء والمرسلين، مؤلفه الشيخ الإمام يوسف ابن إسماعيل النبهاني، هذا بيروتي، هذا متوفي من حوالي 80 سنة. هذا ذكر صيغة صلاة على رسول الله لمن يقع في مصيبة أو يقع في أمر اضطراري وبده ينجو منه ويتخلص منه. جيب صيغة صلاة على رسول الله مجربة، جربت، نحن جربناها وغيرنا جربها. هذه الصيغة هي: اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. قال: عليك أن تقولها من 200 إلى 500 مرة. جربت مرارا وتكرارا، لابد إلا الله يفرج عنك الهم وينجيك من الغم ويشفيك من المرض، لكن باعتقاد صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. برد بعيدة: اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. أمس واحد ما عنده يعني مشكلة من سنة ما انحلت عم بيسألني، قلت له خي خذها صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تاني يوم بيتصل فيني قال لي الحل، صلي سنة، قال لي عبات عزب. تاني يوم جرب 200 و300 مرة 500 مرة، هذه المشكلة انحلت وانفرط عقدها. فنحن لازم نهتم، صار عندك مشكلة، صار عندك دين تعسر عليك، حاجة، قل اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. مسك المسبحة، المسبحة من 100 مثلا 5 مرات أولى، يعني اختم المسبحة 5 مرات وبو 500 مرة، لابد إلا أن يفرج همك. قال صلى الله عليه وسلم: من تعسر عليه شيء، ما عم نجيب من بيت أبونا، ها عم بيقول هو المشرع العظيم، قال: من تعسر عليه شيء فليكثر من الصلاة عليه، فإنها تحل العقد وتكشف الكرب. واحد عم يسألني في وراء بيعطني سؤال انه الصلاة النارية، يعني هو الصلاة النارية يعني السريعة، مراد فيها السريعة. اللهم صل على سيدنا محمد، ايش صلاة دائمة، وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. هيا اخذها منين؟ من الحديث هذا، انه من تعسر عليه شيء، في ناس بيردوا موضوع انه ايش هي الصلاة النارية، منين جبتوها؟ منين؟ لك يا اخي، هي صلاة على رسول الله، لا وراها في دعاء، بعدها الالفاظ مأخوذ منها من الحديث الشريف: من تعثر عليه شيء فليكثر من الصلاة علي، فإنها تحل العقد وتكشف الكرب. فنحن نقول تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن، يعني هي قول ويشفى به المريض وينجح ابني في الامتحان، ايش بتريد حكمة؟ لانه ما ذكرته يقضى لك، ايش بدك حاجة اذكرها وراء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى الشيخ سراج الدين بن الملقن رحمه الله عن الإمام الفاكهاني أنه روى عن الشيخ موسى الضرير رحمه الله أنه ركب، عم بحكي لنا قصة، ركب مركبا في البحر المالح. قال، لأنه عندهم في مصر البحر النيل، هذا البحر الحلو سموه البحر، والبحر المالح يعني البحر الأبيض المتوسط. قال: ركب مركبا في البحر المالح، قال: فثارت علينا ريح قل من ينجو منها من الغرق، كأنه أدركوا أنه بيغرقوا. قال: فنمت، هو في الزورة وإجا النوم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: قل لأهل المركب يقولون 1000 مرة: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها لنا جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. قال: فاستيقظت، أخبرت أهل المركب، أهل السفينة
بالرؤيا، وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم نحو 300 مرة ففرج الله عنا تلك الشدة. قال قولوا 1000 مرة ساعة ما وصلوا 300 الله فرج عنهم. أي الصلاة أنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام هالإمام الرجل الصالح شافه في المنام والسفينة عمال بلشت تغرق وأدركن الغرق. قال قل له لأهل المركب يصلوا عليه 1000 مرة يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. 11 موضع 11 عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، عم تكتب اسمه الشريف في دفتر كتب صلى الله عليه وسلم، يعني من قلة الأدب نكتب صاد أو نكتب صاد لام عين ميم مثل أهل الجرائد والمجلات، صاد إيه بخلان بالطباعة يعني اكتب صلى الله عليه وسلم. ليش بقى؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب، يعني في كتابه في دفتر، لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. مش بدك أحسن من هيك؟ يعني اللي بتكتبه صلى الله عليه وسلم كأنه دائما عم بتصلي والملائكة عم تستغفر لك ما دام الصلاة على الرسول في هذا الدفتر في هذا الكتاب. وحكى ابن الملقن رحمه الله أن بعض أصحاب الحديث رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. فقيل له بماذا؟ قال بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي منهم رآه بعد موته تلميذه ابن عبد الحكم قال يا إمام ما فعل الله بك؟ قال زفني كما تزف العروس ونثر علي كما ينثر على العروس. قال بمن قلت ذلك؟ قال بقولي في كتاب الرسالة، عنده كتاب اسمه الرسالة، قلت فيه اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال له الله عزفني كما تزف العروس ورفع مقامي وأكرمني لأنه كتبتها صيغة الصلاة على الرسول، لأنه ما حدا كتب قبله هو أول وحلا. نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، أول من ابتكر سيدنا الإمام الشافعي. ذلك انت في ناس قول اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد، جميل جدا. واحد قول اللهم صل على سيدنا محمد بعدد نجوم السماء، بعدد رمال الارض، بعدد زبد البحر، بعدد الخلائق، بعدد ايش ما بدك تجيب صيغة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدد اسماء الله الحسنى. اسماء الله الحسنى مو بس 99، اسماء الله لا تتناهى ابدا. فما شئت من الصلاة صلي على رسول الله. الموضع 12 عند طنين الأذن، لما تشم ابنك أيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قال إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي، يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، وليقل ذكر الله من ذكرني بخير، سواء اليمين أو الشمال. وتقول في الأذن الشمال قال في واحد عم بيحكي علي، عجب مين؟ ما في غيرك والله يا أبو فلان. لا لا تظن بحدا إلا خير. إذا طنت الأذن اليمنى أو الشمال صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، قل اللهم اذكرني من أذكر من ذكرني بخير. 13 عند خدر الرجل، لم تخضر إجرك أو لم تعوق الإجرك وجعك، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خدرت رجله فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فكأنما نشط من عقال. هذول 13 موضع بعد ما شئت اذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلي على رسول الله، لأنه قال للصحابي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة، ما تريد أن أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. 3/4 إن شئت فهو خير، إن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل دعائي لك، يعني كل كلامي وذكري وتسبيعي كله صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
ما في أجمل من الصلاة على رسول الله. بس أنت ابدأ استغفر الله العظيم ولو مرة ولو تنتين ولو ثلاثة حتى تتوب، عشان ما تدخل، لأنه عم نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، عم ندخل على حضرة النبي. ابدأ أدخل على حضرة النبي وأنا موسخ بأحواج الوسخة، لا، لازم أتنظف، لازم أتعطر وأطيب. إيش في أجمل عطر؟ التوبة، الاستغفار، استغفر الله العظيم، يا رب أتوب إليك، يا رب اغفر لي. بعد أقول اللهم صل على سيدنا محمد، قل ما شئت بعد ذلك، تصير محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم.